أول مرة من هلا رمضان أظهر في النهار جايب يدي لا خلا من السمك ها فديتك. وحط فوق الموقع. شو هذا؟ نوتلات فور بيبي. إيه نوتلات فور بيبي؟ لا شفت خلاص. نوتلات فور خالد. أوكي خلاص جالتي. جايب الأحفاد يبون يظهرون. ظهرت بخارجي وأول مرة أظهر وياهم. اي والله انا وهم انا واليد اللي هو انا وخالد بن احمد ومحمد بن احمد. اوكي اوكي انزين عاده اقول لكم لو في الوقت اللي خطب استغربت له من شيء اللي بعد بنيها في المطاعم ياسين ياكلون ياسين ياكلون انا في مزيد مول حينه ياكلون الأول خلاص everything good 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 المهم في الوقت اللي خطف طارت شيء ناس ياكلون الحين الأول في الوقت اللي خطف في الثمانينات يوم يشوفون حد ياكل يلفظ عليه يقولون رمضان شيء مسمى ما رمى الفضاحين بيقولون لي ليش قلت هالكلام رمضان ما بقطوا رمضان يعني شيء من هالقبيل لكن ما بقطوا رمضان ولا أرنب رمضان شيء كلمة مبزينة رمضان من هالفصيل لكن من شيء من المبزين المهم رمضان ولا يعني تار ريال ولا حرمة الأول هذا اللي يعني أشي من الممنوعات الأشياء هذه يعني مستحيل تلقط حد ياكل في مطعم ولا حد يالس خاري ياكل ولا شيء ياكل العقب عادي يوم نزلت الوادم تفهمت انها يروحهم مذاهبهم ودياناتهم ما تروم انت تجبر الناس كلها يكونون نفسك انت ففتحوا اظني ممنوع يعني اشوف هناك خلق الله كلهم بطاولات وياسين ياكلون ما سنها رمضان بالنسبة لي انا منظر غريب لاني انا من سنين ما ظهر في النهار في رمضان من سنين ما دي من سنين الله يعني ما دي 20 سنة 30 سنة ما يندركهم من سنين ما تظهرت خاري في النهار في النهار في رمضان أظهر لما عقب المغرب سبحان الله يعني اللي لازم تعرفون أن الأول هذا الأكل في الشوارع في رمضان في المطاعم أيا كانت الجنسية هذا ما كان موجود اللي عقب السوى موجود سبحان الله الحين هاي تتعلمهم عن الضرائب هي بي كيرفل هي يا ويل المهم عيال بدو انتو عيال بدو اي اخباركم بخير اليوم ان شاء الله غنسوي لكم بسكوت من بسكوتات القدام يعني كنقولوا لها حنا حلوه الهلال باش شو داخل عليها الحلوه الهلال داخل عليها بس هالجبن وهذا الفلوق هما اللي زايدين على تعرف الجبن اللي هو جبن لبشكري والفلوق هذا اللي نوع من انواع ظنيها هي طعم الفانيلا لكن هذه يسمونه شوف في الفانيليا في الكراميل اللي بالكراميل يحطه اللي بالفانيليا يحطه المهم هي تفضل ان هذا فلور هاي يسمونه ما يسوي ما عارف يعني البسكوت هذا مسحوق مستحضر فلان ما يسمونه ما عارف المهم زين المهم عندنا اول شيء بسم الله عندنا شو بتسوين الحين بسكوت الهلال يعني بسكوت الهلال الحين بتعد مكونات بسكوت الهلال بنعد لكم المكونات كلها عندي لوز شوفوا اللوز هذا شويه تحمصوا شويه ما يكون محروق وايد شويه تحمصوا عندي 2 اكواب كل كوب من هذا كيشيل 150 عندنا 2 اكواب لوز محموش شويه ومطحون شوفوا كيعطيني كل كوب 150 جرام وعندي نص كوب سمسم ده هو محموس محموس السمسم ولما يتحرق يصير لونه بني كيصير ما فيه طعم زين. بس محموس كم الكميه نص كوب اي نص كوب ديال 150 جرام وعندي زيت نباتي كم الكميه ده هي 150 عمي كله 150 150 وعندي كوب سكر يعني نص العبارة الاشعه وعندي 2 من هذا الباكيت الفلو وعندي 5 حبات جبن لافاش كيري
وعندي بيضة واحدة وعندي شوية ملحة وعندي خشوقة صغيرة بيكنج باودر هادو وعندي كيلو طحين رقم واحد بس ما حدش كيلو طحين وعندي هاد السمسم واللوز المبشور والمربى ما تلمشمش هادو للتزيين هادو تاهما داخلين عليه هذا للتزيين للتزيين هذاك كطبخ كانوا في الاول عمي كيسووا بهذا يعني ما كيحط بسكوت الهلال كياخذ 250 غرام من الزبده الزبده تكون بحراره درجه المطبخ درجه حراره شحال صغيره وغنحط عليها شوفوا الكوب ديال السكر وغتسيروا تشتغلوا الزبده بحال هكا الحين خدمت زبده مع السكر الحين حنحط خمس حبات جبن لاباش كيري وغادي نحط بسم الله هذه المليحه حتى هي وانتم شغالين ها لازم تدلكوا هالاشياء كلها ها تصير زي الكريمه وانتم كتخون في الزيت بحال هكا زيت نباتي 150 انتم اذا ما عندكمش هذا الكوب عبروا في كل شيء الاشياء 150 150 ونحط البيض واحده بس صافي كيبقى لازم تخدم هذه الاشياء كلها تدخل مع بعض جانس جانس هيك وقلنا بسكوت الهلال يحتاج 250 زبدة و 150 زيت و 150 سكر وخمس حبات لافاشكيري هذو هما الأشياء اللي حطيت وحطيت مليحة والحين غنكمل المكونات والزيت والزيت هو 150 الحين السمسم السمسم المطحون هذا اللوز والسمسم دقة واحدة عمي غنحطهم يعني دقة واحدة يعني مرة واحدة دقة واحدة هاي ضربة هكا تاني وانتوما كتخدموا بحال هكا والفلوق الفلور حالي راهو رقم صافي انتم شغالين بحال هكا هل الحريم البيوتي عارف ان هذا احنا سوينا هالبسكوت بس سويناه بطريقه ثانيه فيها السكر وفيها الاشياء يعني شو نقول لك عمي تعال ما حد شيل كيلو طحين ها عيننا ميزاننا انا بس 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 انا شوفوا شويه شويه انتم كتجمعون خشوقات بيكنج باودر شو ياها؟ خشوقات بيكنج باودر يعني الخمير مال الحلويات مو الخمير مال الخبز مال الحلويات شوفوا انا كنزيد في الطحين شويه شويه يعني عينك ميزانك كم ميزانكم هي كتاخذ كيلو ولا ربع نص كيلو انا حيت حطيت الكيلو كله بحالي جنبي هنايا حيت بعد حنسوي شيء ثاني المهم انا حنوريكم في الاخر كم حتاخذ وتتخمر هدى لا ولا؟ لا لا بس نخلص نشتغلها شوفوا كيف تجمعوا في العجينه شو يكون قوامها هدى العينه قوامها ما خفيفه ما قاسحه يعني خلاص كتجمع لينا العجينه خلاص ايوه زين وبعدين غنغطيو بالبلاستيك وين احنا شغالين لمده كم ما الحين حشتغل بس وانا مغطيها بالبلاستيك كيف حبدا اشتغل فيها عمي خلاص حنبتدي نشتغل فيها شوف تكوروا بحال هكا نتوما كترتبوا فيها تحطوها اول شيء هكا وبعدين حرتبها على ترتيب الهلال عشان تجيكم سهله سهله يعني على طول الصبع على طول الصبع سهله شوفوا ملي تحطوها هنايا ها نتوما كتشتغلوا فيها الهلال وما عليكم من العجين اذا تكسرت لازم عشان فيها زبده وفيها بيض ما عليكم حنجمعوا كل هالاشياء هتشوفها في الاخر كيف راح نحب هذا هو كعب الغزال ولا غير لا بس هذه حلوه الهلال هو كيجي بحال هكا بحال الديزاين ديال كعب الغزال بحال هكا حلاوه الهلال زين صافي كنجيبوا دانا تاعو ونحطوها فيها هكا كتجي لذيذه هالحلوه يعني هالبسكوت وانتم كيف ما قلنا بس شويه هكا عينكم ميزانكم وهذه هاك كتخدموها الحجم على حسب الرغبة على حسب الرغبة والديزاين الديزاين اللي بغي يخلي حتى زي كذي خلي انا حسوي اثنين انواع فيها شوفوا ها اول شيء سهل صافي وكتحطوها جنبكم انتوما كتضغطوا هاكا كتضغطوا على حسب الديزاين اللي يبغي دائري واللي يبغي هلا كان هي اصولها هلال حلوة الهلال هي انتوما كترتبوا كنحطوها هنا وكنضغ نسويو التشققات بحال هكا لا تخافون منها نهائي بسكوت الهلال طلع لنا سميتين يعني بكيلو ولا ربع ديال الطحين رقم واحد
وشغلنا الفرن من فوق ومن تحت. الحين حنخليه بس من تحت وعينكم ميزانكم 10 دقائق 15 دقيقه عينكم ميزانكم على درجه الحراره 180. ومتى تشغلينه فوق؟ من فوق لما يستوي لنا، من تحت نشغل عليه من فوق. يعني يكب العين يبين. يعني على حسب الفرن، انا ديما كنقول بس هما عينهم ميزانهم. شوفوا خذت مني نص ساعه، 10 دقائق من تحت ومن فوق كملت بها نص ساعه على 180 درجه. الحين متى تسوي ذا الترتبينه؟ الحين لما تبرد المفروض، لا ما نلمس عمي عشان هشه هي. فهمتي؟ لين تبرد. لين تبرد هي، وهذيك هي خلاص. اشوف. بس خلاص خلاص. منظرها جميل والله. وبعدين حتشوفوا كيف حنسويها، في ناس حط عليها سكر ناعم، في الاول كانوا يحطوا السكر ناعم، بس الحين حنوريكم كيف التطورات. وبعدين دهنوها بالمربى، مربى عسل اي شيء انتو تبغوه، بس من هنيها ما عندي المربى شويه ثقيله، بس ما بغيت ازيد فيها ماي زهر وتخليها. الاحسن لو تحطين ماي زهر بعد يكون احسن ولا؟ ايه يكون احسن، بس عمي هنا ما شاء الله اليوم حتتكرر عادي. اللي بيحط ويا المربى ما زهر وياه. ايه يخلط عادي. سهله ها؟ المربى اي مربى؟ مشمش. الاحسن مشمش. تعطيه طعم زوين عمي ها. شوفوها. اي شيء تبون تحطون حتى النارين. اي شيء تبون تحطوه من فوق حطوه مو مشكلة، الحين انا حسوي لكم هذه عشان تشوفوها. هذا شو الحين؟ هذا سمسم. محمص. جوا على المربى ها. شوفوها. بس سهلة من تحت، لا بس من فوق ها. سويكم واحدة من هذه ثاني. الحلوه ديالنا ديال الهلال اللي داخل فيها تاعي البريستيج. يلا بسم الله عمي. طعم يا سلام يا سلام، وايد حلوه، ما فيها مكونات وايد، بس انتو هالله هالله على الطحين من نص كيلو، انتو ما طالعين نص كيلو كيلو لا ربع على حسب الزبد اللي عندكم وعلى حسب البيض. دائما كنقول لكم زيد شويه اخويا هنا. شو هاي لابسه اليوم؟ اليوم صابون البيض ملابس مال الشركه. هذا لبس مال الشركه؟ هذا نمونه؟ ايوه. قول والله كذاب صح؟ ما بمال شغل. لا لا هذا مال شغل. تعال تعال شوف هذا، شوف هذا مال شغل. تعال مني. شوف هذا لبس مال شغل. هذا لبس ما في مال شغل. لا مال شغل. هذا مال روح مني مني. لا لا لا. يغازل هو؟ حرامي. لا لا لا. هذا لباس لباس. لباس مال حرامي؟ لا لا مال حرامي؟ لا ما. لا لا هذا ما بحرامي. هذا مطوع رقم واحد. شو اخبارك؟ ما يجي هرمون، ما يجي روح وين هرمون، خلاص روح شرب خلي ولي. شوف هذا ثاني سنة يشرب، ثاني سنة يروح بيوزك مرة ثانية. لا لا ها الله ينسي توبة توبة. انت ليش تعرس الحين؟ تراك معرس من زمان. لا ما انا عشان كذاب هاي ولا انا والله ولا كذاب الا انا كذاب. كذاب لا صحيح. لا لا انا كذاب. من يسوي تليفون؟ والله صديق مالي انزين. شو اخبارك؟ الحمد لله. اي وجع عيد. كل شيء زين؟ كل شيء الحمد لله. مبسوط؟ نمبر وين؟ نمبر وين؟ يروح مني مني؟ لا ما يروح. ابدا؟ ابدا. في شغل صار بيتنا. ايه. وعلينا يجي بيت مالي انت، هذا حق ما شاء الله ما شاء الله. مستوي حلو اليوم. حلو وايد اليوم. ما شاء الله عليك. ليش؟ هو سوى عرس؟ ايوه الحين فاملي ملمونه فراس كل الجماعه سوى تليفون هو. قول انت سوى عروس، هو قول انا ما يسوي عروس، هو فراس زعلان. صحيح ولا مسخره؟ ايوه زعلانين؟ ها؟ هذا يقولوا انت سويت حل داخل اخذ بلادي شافوك؟ ايوه وعرفوا انك عرس والعروس شرده. ايوه
شو هذا مسخرة؟ كذاب هذا كذاب شامبي من الله خلقه هو كذاب. الكلام هذا شكله الحين زيادة أنا فراس سوي تليفون وأقول أنت شو يا روز قول عمر مال أنت مرة ثانية شو يا روز. الحين كم عمرك أنت؟ قول والله. شباب ما شاء الله. 65 شباب. شباب. تبوا الناس. هذا 75. ايه قول لك تحت تعال دالي غنية ما تعرف تسوي غنية؟ لا لا لازم غنية وحدة لا ما لازم والله ما غني ما والله غنية وحدة ما مال ليش هذا كذاب انت انا ما والله والله انا ما ولا غنية وحدة ولا واحد ما غني ما يجي اذا تعبني حق تطلع معينا في الصورة غنية وحدة فيه؟ ما في ولا ما قول والله ولا ما يقول ما يعرف ما في ما شيء فرض شيء فرض والفرض قالوا عنه كل العرب من سنين يقولون ان الفرض عمود للارض ان بعته غناك وانكلته هناك لكن فرض عن فرض يفرق لكن لا تقولون انه شيء شراته فرض في الدنيا العودة شوفوا الحجم انتوا شوفوا الحجم شوفوا الحجم تحرها ارتبطت بمغالة سراري تحرها سراري شوف الله عليكم الحجم ولا بحياتي أنا شفت هالحجم لكن هالعرب هالزاخر هاي عندهم المشروع لكن ابتاع من قبل وهو في امهاته ابتاع وهو في امهاته أمس بطلبه أنا أعرفه من سنين وطرشوا لي هالثلاث قويطيات ستة طرشوا بطلبه عقب زور وحيلة ما عندهم إلا هذا فرض أبدا وقف واللولو يلا يلا حط صلاة واحد تام بمعان كنا ظني ويبري وخلاص عندهم ولا اللولو اللولو ها شوف اللولو شوف اللولو بالله عليكم برويكم إلا اللولو انتم بحياتكم ما شفت اللولو هالنمونة شوف الحجم اللولو عجب العجاب هذا اللولو شتكلت وحدة وحين هذا الفرض شوف بالله عليكم عجب عجب وطعمه لذيذ طعمه لذيذ بأي بالطريقة ما تتخيلونها والطعامة طعامة طالت عماركم يا غير ربع مرود بدي بيكم الطعامة تعالي تعالي بابا شو طعامة طعامة الفرد شوية كبير عن حبة الشعير المشروع طالت عماركم قبل 5 أو 6 سنين أول ما استوى السناب سويت لهم إعلان إعلان الأولي والإعلان الثاني من 5-6 سنين كل اللي عندهم يجي غيرهم ويعطيني يأخذونه كامل وهو في أمهاته وهو في أمهاته يقولهم خلاص سنة ما أخذ عنكم روحهم عادي يصرفونه يعدلونه يزينونه روحهم عاده الناس هاي اللي ياخذون عنهم يجسمون بعضهم مع بعض كعائلة يعني كميات كبيرة كما ما شاء الله ما يتم عندهم شو السبب ان صحهم مميز العلج هالمتن يخفون من الثلثين برا يفردونه يخلون كل فرد روحها حسب شي تغذي كل حبة هالمتن ويخفون منه من خله يوم عليها 10 عدود 20 علج شلوهم كلهم خلوا 5 ولا 6 ولا 5 بالكثير فحسبتي غادي العلج راهي وماخذ رمانته ومخفف ومعدل ومزين ومحصل نبات زين فلذلك بيعون غالي لكن النوعيه جيده فلذلك ما شاء الله عليهم الله يسر امورهم ويحفظهم ويستر عليهم ويعطيهم لين يرضيهم لكن منتج ولا شيء اخير عندي فعسبتي والله تم في خاطرنا شيء دقيت لهم الباحثين يبون اول تبحث الله الله في هالكيت 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 قال ان شاء الله ابو محمد ترى نحن من هكذا ايام لين يوم هذا نحن ما يتبعدنا هالكيت 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 السالفه الفلانيين ياخذون عنا كله بس والله تستاهلون وهم بعد يستاهلون المهم طارق عماركم اني طلبتهم هذا وطرشوا لي اياهم البارحه بس اللي هاي ترى لحد يطلبني لحد لا تقول ما قلت لكم لحد يطلبني وحب اسلم محتوى رمس بغيت اخبركم الجوده شو معناها شو معنى كلمه جوده كلها سحوح
كان السحر وصح فرق، وكلها ريايل وفرق بين ريال وريال، وكلها حريم وفرق كلها حريم كلها حريم، كان فرق بين هذه وهذه شتان فرق السمع عن الأرض. يا عيال حلال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والصلاة والسرور. صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي وصل تو الحين ويسلم عليكم كلكم. هاي البنات صديقات اللي يشتغلن عنده، صديقات وبنات وخوات وملاحظات يعني المسؤولات الأوائل والآخرات عنك. تمام زين. هاي شو اسمها؟ كيف يعني؟ شو اسم؟ أدري كلهن نفس الاسم. لاني؟ لاني لاني وين؟ تو لاني ولا وين ولاني تو؟ تو زينات؟ في مشكلة؟ نسوي لهم قامة؟ قامة أكيد. وين قامة؟ الحين بنسوي دكتور وخلى قامة وكل شيء زين؟ لبسن زين؟ فنانات جي. ايه يوم بتصير دبي ممنوع يروحون معاه. لا بس ريايل يصيرون دبي. انزين ليش تاخرت؟ ما انا اسات ما انا با. زين هاي هديه هي حقك انت. زين ايش هذا؟ هديه ما يخصني. هاي هديه من عند يحيى صح؟ لا ها الشيخه جواهر بنت خليفه آل خليفه. زين شفت لك حلوه. زين يا This is for Mr. Salah. Yeah, take. In between he go, give it to him. زين. Happy. زين. Happy ولا not happy؟ توم عبا happy. لا. You are happy. ما حبابا. Today he jogging, walking. How long? 30 minutes. الحمد لله. Good. هذا مساج مورنينج. أول خليني أول. إيه حبي لا تسوي لك فكس. إيه قاعد يقول لك إن شاء الله ما تشوف شر. انت سافرت وين اسافر؟ عندي كل بسافر عقب العيد الله اعلم متى. نجوها وبسافر ولا ما اسافر ما ادري. انسنا بانكوك بتصير وياي يمكن اسير بانكوك. لازم اسد يصير معنا. ولا كلام ولو كلام عشان نسوي منو تبي؟ ما ابغى كيف يعني؟ انت تبي اسد يصير انا لو لا؟ ايه بس انا وانتو اسد ومنهل ايه ومحمد عثمان ونشوف كان حد بعد يسير ويانا. زين يصير ويانا هن ولا لا؟ لا لا حريم حريم عيب. هي سني في البيت عند خديجه. يصير انا وانت واسد ومنهل ومحمد عثمان. زين يلا قولهم جو الحين انا بسير انت توك ياي. انا لا صورت وياك ولا سولفت وياك ولا رمست وياك. يعني كيف اقدر اسوي؟ ايش اقدر اسوي؟ زين غن وياي. ما ادري ايش اسوي يا حبيبي بلياك حكم الدهر ما خلى شيء بديني. عندي وصيه وانا فيها ترجاك. اول ما ترجع بالسلامه تجيني. اول ما ترجع بالسلامه تجيني. المهم بسيطة طالت اعماركم فندق قصر الامارات معرض وجميل ومميز. شو تتوقعون؟ اكيد بيكون مميز. اسبتي انا داز بالحيل كله اليوم داز بالحيل كله. خلص صراحه شوي لبس لبس اليوم غير نمونه. اي لبس لبس انت ما بيصير صلاح. لا 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 ممنوع ممنوع. ها شو لبسه ابو محمد اليوم؟ الله انت شوف هني ها شوفوا هني ها شوفوا شوفوا الدجر شوفوا الدجر. حافظ عليك ابو محمد. حافظ عليك يا ابو محمد ما شاء الله عليك فنان فنان وانيق مستوى الدنيا. من يوم انت ياهل وانت فنان. من يوم انت ياهل وانت فنان عيني عليك بارده ما شاء الله عليك. كل ما فيك زين زين. الحبايا ناس يغبنوني حبا سبب قلبي وحي. ما تقاير روحي بتلا روحي بتلا روحي لا ما تقاير منك. الدم يروح للدكتور حق منو؟ دمه بيسوون روحهم. انت ايش يخصك؟ ماله ها وين ذا بلاد تيست سير مستر سير صلاح حسين؟ هذا اليوم هذا هاي اليوم خلاص ديتيك؟ ايوه خلاص خذها بلا تست. ما هو شو بوين بشوف يرامونك دبه ياخذون دم عنهن يشاورونك.
ايوه بتبيع دم هنا انت؟ مليونات لا عاجل. يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والنور والسرور اعزائي واحبائي متابعيني الغاليين اللي ما حد يتواكم في هالدنيا العودة. المهم معرض 360 ابتداء من اليوم بكرة واللي بعده واللي بعده من الساعة 8 عقب العشاء لين ان شاء الله الساعة 2 في الليل، 2 بعد نص الليل. معرض جميل وفنان 360 في فندق قصر الامارات، الفندق المميز الاجمل على مستوى الكون، يعني ما يبغى كلام، بدون منازع متربع على العرش، one of the top 10 من احسن 10 فنادق واعرقهم على مستوى العالم، يعني ما يبغى كلام. فلذلك اي شيء بيكون فيه تاكدوا انه مميز. فمعرض 360 اليوم نحن سالي نغطي من روم البوثات، بنغطي بناتنا وشبابنا وعيالنا يستحقون الدعم مني ومن اخواني هالسوشيال ميديا. فان شاء الله اليوم راح يكون معرض مميز، وكذلك بعد بكره فيه بتواجد العالم كله بتكون عندهم، واللي عقبه واللي عقبه. المهم المعرض فنان بيوزلكم حق اشياء رمضان وحق متطلبات العيد. يلا فخامة متجسدة طالت عماركم في هالمبنى العظيم، هذا الفندق اللي ما استوى شراته فندق في الدنيا العودة. يسرنا دعوتكم لحضور معرض 360 تجهيزات رمضان والعيد 19 و20 و21 و22. أوقات المعرض من 8 لين 2 بعد نص الليل. هذا مرحبا مليون وليس الدن. يا حي من يانا. هذا حين أولي هذا المدخل حين الاستقبال حنمونا الله المستعان. المجموع طالت عماركم اللي موجود في المعرض 360 أكثر عن 63 إلى 70 بوت كلهن، وإن شاء الله بحاول أغطي كم أروم، بحاول أني أغطي اللي بروم عليه، واللي ما بروم عادة يسامحوني ما بيدي حيلة. أقول لك السلام عليكم. من أنت؟ أنا عمر جمالي، مصور. إيه؟ أصور أشخاص، أصور سعي رصيف وعاليات وغافل. حلوين. أنا راسخين. ما شاء الله عليك الله يحفظك. شخص عيبتي شخصية. وعيبني حبك الشغلة. وعيبني تواجدك في الأماكن اللي يعني من نوادر كثرة شبابي يونا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. أنت صح. ريم الجنيبي طالت عماركم من بنات المواطنات، ما تطيع تصور تتكلمين. ريم شو هالمعرض؟ المعرض بصراحة من أحلى المعارض اللي تستوي في رمضان، معرض غبقة رمضان لمدة 4 أيام من اليوم لين يوم الجمعة. بنات أبو ظبي هلا هلا فينا وتعالوا شوفوا المشاريع الإماراتية. على فكرة يعني ما شيء مشروع عادي، كلهن أفخم شيء، ما بوايدات حول 70 أو 73 بوث، لكن كل واحد أفخم عن الثاني، وما في صلة قرابة في الشبه من المحتوى اللي من بوث الى من بوث الاخر. يلا بنبتدي على الحين. شو اسمك انت بنتي؟ جريس. جريس شو هالموقع اللي انا فيه هذا؟ نحن مستشفى اليزي موجودين بابو ظبي شارع نعم. الخليج العربي. نعم. موجود عندنا بالمشفى كافه الخدمات. مثل شو؟ عندنا قسم النسائي، قسم الاسنان، قسم الجلديه، وعندنا حماية خص البشره. مستشفى متكامل يعني. متكامل. كيف حالك؟ الحمد لله والله سيد خير صح. ايه الامر ده؟ ربنا يخليك. شو عندكم انتو؟ احنا اول 7 ستار بلاستيك سيرجري مخصصين في البلاستيك سيرجري، عندنا اقوى الدكاتره بتاعت البلاستيك سيرجري في المنطقه، عندنا التجميل الخاص بالنساء في المناطق الحساسه، عندنا علاجي تجميلي، عندنا جلديه علاجي وتجميلي، عندنا عمليات تصحيح الانف بدون اي جراحه خارجيه بس بتبقى جراحه داخليه وبدون الم، في عندنا ليزر احدث الاجهزه مش بتحتاج جلسات كتير، ممكن جلستين او ثلاثه بحد اقصى، وبعد كده بتتعاد تاني كل 6 شهور، وعندنا اهم حاجه الاجهزه بتاعه الاستماع.
مش اللي هي بس بتشد العضلات، لا هي بتفتت الدهون. شكرا جزيلا، الله يديك العافية. دوت ياس من دبي، الدوت درسات عبي، ويا ياس الدرسات، ودوت عبي، هذا العبي اللي عندهم. لينن، لكن لينن من نوع الغليظ، وفي حركة بعد على اليمين واليسار، اللي على اليمين غير عن اليسار، هاي روحها يعني مش هو عادة اللي يسوون اخبار على اليمين سووا نفسه على اليسار، كان هي في القطعة هاي الأولية الخدمة بس اللي على اليمين واليسار ما شيء. لا والله فرحت على اليسار نفس الشيء. حلو والله، أتمنى لو يكون في منها الألوان. البيج بنواع درجاته كلهن، أبي جميل عندهم. يعني وايد أنيقات من حيث الأناقة، أناقة بلي قياس، شيء سود وشيء مشكلات، والدرسات على ما تشوفون ما في الحاضر مدح. صالون نسائي، شو عندكم عادة في الصالون النسائي؟ عندنا كل ما يخص الشعر من أورجانيك تريتمنت، بروتين، هير ستايل، ميك اب، كمان عندنا توريد شفايف، آي برو إليمينيشن، عندنا كمان رفع. هذا اسم محلكم؟ إيه اسم المحل فلورال بيوتي لانش، الكورنيش الخليلية، قريب من شيراتون هوتيل. عندنا كل الخدمات النسائية بصفة عامة. شكرا جزيلا، شكرا. يا مرحبا بتبدا، سلام عليك. في حين بحد يقول لك انت ايش اسمك؟ شو تقولي له؟ عبد الله شنو عامر. يا شكرا انك هي الفنانه، الله يحفظك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ايفولف في 7 عندهم، طالت اعماركم. درسات جميله، درساتهم اغلبهن للسهره. ثيبان جميلة بعد عندهم، جايينكم عيد بالزين. هي اللي يبى التفصيل بيفصل، ولا اللي يبى جاهز ترى ذاهب. هذا شو مي ذا جري وان بليز. اد اولسو ذا وايت، ذا وايت، وايت، وايت. الله الله، هذا وايد حلو. وين منت وين مرب الله قبضي، وايد جميل هذا، جميل إلى أبعد الحدود، وايد جميل. شو مي ذا وتراويني الظهر شباب قدام يرفرون يا ربي. Thank you. غنت أم كلثوم وقالت، وقالوا لها عظمة على عظمة يا ست، يقصدون بها المعرض. ما روما نزلت تحت من كثر حريم وايد، ولا روما أظهر العرب ما في. بعد شوي يقولوا لي والله مسح مسح الفيديوهات، ما في. البراند اللي تشوفونه كل يوم أنا في البيت عندي أصوره، هذا من هذا المكان من متى حيله؟ أكثر من 3 شهور. أنا عندي شرات، هذه شرات، هذه عندي صح؟ عندي شراته خدته بالضبط، تحراه حقيقي أبدا، تحراه أبدا. سبحانك يا رب، لا إله إلا الله، حتى ريحة العشبة فيه. جميل جميل، براند جميل، وايد هالبراندات مال الورود الشبه حقيقية، لكنه ما بشرات هذا، هذا ما استوى شراته، هذا يكاد أن يكون مرة شوي وينطق، شوي باجل له لحظة وبينطق شوي. جمال اللي في الدنيا كله فيه، ها مسوي شرات الجل على أساس النماء، وأسعارهم وايد ترى موالمة، وايد الأسعار مناسبة لكل. أنا عندي من هذيل، أنا عندي 3، وحدة أخت هذه بالضبط. وترى على فكرة
1480 يفدنه، يفدنه البوكيه الجميل، يفدنه ما كأنك يعني كأنك مسوي شيء لكل الزمان. أنا متى حين ثلاثة أشهر تحرات توه ميوب جنان الطريقة ما تتخيلونها. الحاضر منكم يعلم الغايب، في أشياء وايدة عندهم، وايد الأشياء جميلة، لكن أنا أكثر شيء عيبني اللي هن هاي هاي وايد عيبني هذه وهاي ها. سبحان الله كيف شكلهن جميل جميل إلى أبعد الحدود، وايد جميل سبحان الله، قمة في الروعة. راعية هالمشروع ما شاء الله عليها حية فاد، تعرف من أين تأكل الكتف، يعني سوت شيء يعيب العرب كلها. وادروا عنكم أنتم، شوف الزين هناك، شوف الزين، شوف الزين. في دمتكم شفتوا حد هالنمو، حد شراته في الدنيا عود أبو محمد، ومحمد والله ما حد شراته. فلذلك يا ورد محلى جمالك بين الورود، هاي مقيول فينا لكن مقيول من زمان، لكن نسيت أني أنا أظهر أخبركم عن هالمعلومة وهالقصيدة اللي نعدت يوم عدوها من سنين. يا ورد محلى جمالك بين الورود، ها كل الأيام كنت طارت أعماركم ظاهر من سلفريج، دخلت مكان عدالي يبيعون ورد مثل هذا، وشافني الشاعر وقلنا عد هالقصيدة، وقال عاد يا ورد محلى جمالك بين الورود ما أدري بين الزهور، أكيد كلها مغير. الورد صناعي واسمه أوفازا، اسم البراند أوفازا. أنا روحي خدت عنهم ثلاث، وحدة هذه وهاي والثالثة شيء هنتين، هنتين خدت عنهم هذه وهاي. هاي ترى ما برخيص على 890، قلت 900 لكن شيء في منتهى الروعة لكل الزمن، ما يعولن ما يعولن أبدا، شغل في منتهى الروعة من الخاطر. وأنا حين يوم أخبركم عنه وصوره هذا، هاي ثالث سناب، تأكدوا أن هذا شيء عندهم من الخاطر شغلهم، ورد صناعي لكن يكاد أن يكون في ريحة. إيه والله جميل جميل إلى أبعد الحدود، شفتنا من هالنوعية في جميع دول العالم، لكن بهالجمال ما شفت، بهالدقة، بهالحرفنة، بهالتفاصيل الجميلة تبارك الرحمن. البوث طالت عماركم لأنجل، لأنجل؟ لأنجل. After long time, where are you now? How many days? More than 3-4 months I didn't see you. والله I miss you. How many معرض I didn't see you? You remember me? Yes. What do you have now today? Show me something more. Okay. ودرسات عندهم بعد جميلة. هم درسات قلاليب، مخاوير. How much is this one? 500. 500. لكن شوف شغل شغل متعوب عليه. أنا عادة بوني ما داني اللون الأسود، لكن سبحان الله يوم يدخل في شغلي غادي يقاوي اللون الأسود. ما شاء الله ولا يسوال هالسبب، شو ما شاء الله مثلا أقول لك ماشي حباب يسوون معرض نشب نشب فيه. ليش؟ لأن المعرض مميز. المعرض شوف المعارض، المعارض اللي يسوونها بناتنا عادة يكون يتنقن أحسن الموجود في عند البناتنا التاجرات والتجار، أولادنا شبابنا وبناتنا، فيحطون كله تحت سقف واحد عسب جيت القط العالم كلها تي وبسرعة عسب يتلاحقون يتلاحقون، لأن ماشي كل قطعة مسوي منها وحدو هنتين وحدو هنتين. Queen of Nature لفحص الأنسجة. ريا كيف حالك؟ مرحبا. شو عندكم؟ هنا عبارة مركز عندنا فحص الأنسجة.
فحص الأنسجة عبارة هو عن مختصر الحكي بيعطينا إذا حدا لا سمح الله عنده مشاكل مش بعرف شو سببها. نفحص الأنسجة بنعرف مثلا أسرار المشاكل الهضم تساقط الشعر البشرة الأظافر اللي عنده مشاكل ما عارف يتعايش معه وما عم بيلاقي له حل عنده الحل بثقة. شكرا شكرا يا ريا. الفحص بنفس الوقت يطلع وسعره 500 درهم المعرض. شكرا ريا. حلاوة ديزاين عندهم طالت عماركم عبي. أغلب العبي اللي عندهم أغلبهن للمناسبات شكلهن مميز وجميل. عندهم أكثري عبيهم كلهن فيها نفصوص وفيها شغل وايد. عندهم بعد طالة عماركم درسات وعندهم فساتين وعندهم بعد مخاوير. براند هذا انا اعرفه من مده مال سلطان ولد طلال خوري. سلطان ما شاء الله عليه شاب طموح مميز فنان. سلطان شو حالك؟ شو اخبارك؟ البراند هو الاولي ولا غيرتوا شيء؟ براند سنيكي بيرفيومز معروف وعطر ذا سيكرت خاص فيني وعطر ايماجينيشن بعد خاص فيني وعندك ميستري توباكو وعندك نوعين من المرش يستخدم للجسم للشعر للعبي لكل شيء سيجنيتشر والبيور نيتشر. وطبعا انا مسوي عرض جميل للمعرض لاني اول مره اشارك. عندي ثلاث باكيجز. عندي باقه المودة عطرين ومرش 300 درهم. نعم. ثلاث عطور ومرشين ب 450. نعم. ثلاث عطور ميني مع مرشين 345 يعني 345 و 450 450 شو يميزه؟ ثلاث عطور كبار ومرشين. ايه. هني ثلاث عطور صغار ومرشين. ومع اي باكج في كسرة عود هدية من عندي مقدمة من استيكي بارفيوز. يعني تسلم. واللي يبغي يسوي طلوع، يبغي حق عراس، يبغي مناسبات، عنده اي شيء يقدر يسوي تغليفات وكل شيء يسوي. اي شيء يبغون اقدر اوفر لهم اياه. يعني تسلم. اماراتي من الف للياء. لا معروف معروف الله يحفظك. الله يعزك. شكرا يا سلطان. ديانا ازدارت عماركم انا غطيت لهم اكثر عن 100 مره في كل محفل في كل معارض. الراقي الفنان المميزه اتي حتى لو البوت يكلف اللي يكلف لازم يكون وجودها حاضر. عندها من الاكسسوارز اللي ما يوجد الا عندها هي العربي والاوروبي. حتى التيجان حتى المراري بانواعهن واشكالهن يعني ما شيء في الدنيا الا وهو عندها. وين جبتي هالفكره؟ هيدول الافكار الحلوين لعلمك. الله يبارك فيك حافظك. هيدول كلهم مثل والدها من سنتين وما بيتغير اللون. كله ما يختلف ها؟ وعندنا كمان نيو كولكشن كل شيء ديزاين فلاورز. ما شاء الله ما شاء الله. وين جت هالافكار كلها انت؟ هيدول كلهم تراديشنال كولكشن. عندي هيك عندي هيدول ما شاء الله جميل. هالكواشي هيدول كاميرا كتير حلوين. هي شفتن صورتن اول ما جيت يبني اول ما لفت انتباهي. هيدي الميلة عندنا كل شيء فضة مع الماز مسطح. آه. هي شيء قليبات هني سلسلات وعب مقير. انا دوم اصور لهم الخاطر هال البراند هذا وايد عايبني لان دقيق في تفاصيله كلها يكاد ان يكون حقيقي. تخيلوا يعني جميل الى ابعد الحدود جميل جميل فوق ما تتخيلوا. يذكرني بالمجوهرات اللي يخدمونها في لبنان ولا انا غلطان؟ لا في عنا اشياء بنجيبهم من لبنان. اي من لبنان هاي البضاعه؟ اي اكيد انا كل في خاطري
لان شكل بضاعتها كاني يعني اعرفها ما شاء الله عليكم. جزء من لبنان وجزء جزء من لبنان جزء من اسبانيا جزء من ايطاليا. ما شاء الله عليكم. وين موقعكم؟ الهند. العود اللي عندكم من وين؟ من الهند. روحكم انتوا حقكم انتوا جاي؟ لا لا في من بنحر من هجمه. ايه مجموعات يعني. ايه ها مخمريات لو شو؟ فازلين. ها ايه المهم عطورات تم ابوي هذا عندهم هذا براند ثاني. ايه وين الكرتكم؟ شمت هذا شمت وين شيء درسات وعذي درسات ما برغم كبير عندهم لكنهم مميزة الدرسات اللي عندهم حلوات. هذا وايد جميل 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 قصت وايد فنانة هذا يعني تخيلوا الدرسات اللي عندهم حتى 20 ما يوصلن 15 ما يوصلن كان كلهن جميلات. والعبي بعد نفس الشيء العبي عادية لكنها جميل العاديات يعني ما فيه شيء فيه فنتق ولا شيء مميز بالقوة لا عاديات لكن كلهن زينات. أنا طالة عماركم البراند هذا أعرفه قبل الشيء وبعده اسمه فوح المهاء أي الدم ولحم وجماعة ونسب ورحم تربط بيني وبينهم علاقة من يوم أنا ياهلهم وهاليتهم ويدودهم كلهم من يوم وتنتوا اليوم روحه بالذات أنا اليوم روحي متعطر أنا من ثلاثة من هالعطورات لكن ما أتذكر أي واحد منهن لكن ريحتي تفوتخ منهن جايني البوكس هذا هدية من أم محمد وايد عيبني العطر مرة متصور في البيت خفت أني ما أظلم المنتج فقلت في خاطري أي هني ونحاول أن نحن نقدم لكم شو نقدر من شرح تفصيلي عن العطورات هذه. فوح المها طالة عماركم براند إماراتي ضبياني بالذات ضبياني من منطقة أبو ظبي مدينة أبو ظبي شوي وأعطيكم العنوان بالضبط يعني. المهم الجماعة طالة عماركم هاي العطر ثوبهم وملبوسهم شغلهم روحهم يعني هم هوايتهم العطورات من يوم الدنيا الدنيا أول من عرف للعطر وفند أنواعه وتركيبات وشو فيه شو ما فيه هم وهاليتهم. فلذلك طالة عماركم أهل مكة أدرى بشعابها فلذلك أن العطر هذا هم روحهم يخدمونه تركيبته مكوناته ثباته من يوم نحن يحالي دودهم هاي شغلتهم هذا ذوقهم. فالمهم الله يوفقهم في هالبراند الجميل اللي إن شاء الله نتمنى أنه يصل إلى العالمية. أنا نسيت اسمك أنت أنا شامة شامة كنت تلاقى وي... كنا نتلاقى في الوتبة في كأس رئيس العالم أيوة جوهرة شوف وين والاسطبلات الخيل هناك انت لاقى وياها والحمد لله الله يبارك فيك الله يخليك رمضانك مبارك الله يبارك فيك من عاد عليك الصحه وامانه امانه سلم لي على هذا يبلغ ملسانين ببلغها السلام الله يخليك الله يخليك زيت لوز مر هذا عطر يتفركوه به عقب السبوع هذا عندهم توني فركت يدي حرام يا يبي لان غادي ريحته غير نمونه وايد فنان. هذا بعد منتج جديد هذا انا ما كنت اعرفه عندكم مرشات بعد. المهم انتم تدخلوا في حسابهم وبتعرفون اللي عندهم مي نجار بوتيك شو عندكم؟ عندي انا ثلاث عطور كولكشن اسمها عربيان نايت عباره عن عطور عربيه هي. ما بين العود وما بين الزعفران والبرغموت وين منهن؟ وين منهن اللي في الزعفران؟ ليبرا باتشولي وعندك خيال هذا جلود
رابحين من هذا. هذا أكثر مبيعا عندي. إيه. وايد هذا وهذا وايد فنان. هذا بعد أكثر. شكرا. شو اسمه براندج؟ ماي بوتيك. ماي بوتيك. ماي بوتيك للعطور. أنتي ماي؟ ليش صاصرين عمرك؟ علي حسك. اوكي فاين كولكشن عندنا درسات عبي. هي. هذا درسات حق امير رمضان كولكشن جديد لرمضان. وين الكرت؟ هذا كرت غير عن هذاك؟ ايه في كم ثاني. يلا اسم البراند ستر بي 23. عندهم طلعت عماركم مخاوير مزاري شيفونات فصوص قطع حراير قطن ما اشوف شيء. لا هذا قطن قطن. اسم البراند ستر اسمه روحه فنان. وعندهم طلعت عماركم درسات من غير وعندهم ثيبان لكن العدد ما بوايد لكنه جميل حلو جهم ما بوايد وسيعة أظني مقاس 6 كلنا أغلب أخي هذا 7 إيه 6 المهم قطع غاويات عندهم قطيعات عندهم كم من قطع جميلة أدروا عندهم. هذا الزين هذا الزين أبو محمد الدلكة السودانية محل هذا طلعت عماركم خاص برواعي السودان السودانية طلعت عماركم هن أمهات الأناقة اللي أنتم ما تعرفونه أن السوداني أهم عروس يهتم فيها على مستوى العالم 40 ليلة زيرة بيت العروس كل يوم رقصة وكل يوم سبوح وكل يوم لبسة وكل يوم صيغة وكل يوم معقصة وكل يوم شيء وكل يوم شيء كله بسبب شو هاي المناسبة العرس شحالك شو عندكم عندنا الدلكة السودانية كل المنتجات السودانية مثل شو الدلكة السودانية ماسكات رفاهة مشهورين بالدلكة السودانية نعم بتطلع الجلد الميت بتوحد لون الجسم كل المشاكل في البشرة بتحلها معروف الدلكة السودانية هي. هي يعني عندنا مش عندك الحلقه تفتيح العشيه كل المنتجات هاي كل صناعه وين السودان كل التصنيع يتم في السودان ولا في ابو ظبي منتجات سودانيه لكن تصنيع في حاجات بنصنعها نعم حاجات بنجيبها من السودان ما شاء الله عليكم شو اسمك انت ازاهر تعرفيني من اشد المعجبين بإنصاف مدني ما شاء الله أعشق أقانيها دخلوا كلكم كتبوا في على اليوتيوب الفنانة السودانية إنصاف مدني وإذا ما أعجبتوا بقصائد اللي تغنيها بطريقتها في الغناء بصوتها الجميل لكم اللي تبونه يبني الأسم الأسم اسمه الميث براندهم طلعت عماركم عبي ملونات وسادة ما فيهن أشياء يعني أشياء غريبة لكنها كلهن حلوات يعني هذا مثل الزيبرا يعني في عدة ألوان من عدة درجات البني والب... آه الله يا البربر مبهل بشوفه مبهل من اسكندراني اسم البراند لميور الدرسات والدرسات وايد جميلة مش جميلة عادية لا جميلة وكلهن لمناسبات ايه راويني موديل ثاني هذا نفس الموديل كان عدة ألوان راويني انت الحين شيء يكون موديلات ثانية ايه نعم
هي الذهبية هيك اللي عدالها بعد. أيوة. رابين السودة هاي. الله جنن هاي. وايد جميلة. ما اسمع حسك أنا. منو؟ إيه هاتيبان عندهم بعد ألوانهم جميلة. الله يجنن 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 هالزيتوني. شكرا جزيلا. هذا القفطان الغفاطيلة شو كلها الشغل يسمى الشغل معلم، كل الشغل يدوي. شو اللي يميزهن عن غيرهن؟ هذه لها قطعتين. اها. تعتبر قطعتين يعني تلبسها كانها عباء، في القطعه الاولى تحت هي هي. وفي القطعه هذه فوق وتحط عليها. لكن ما يستوي القطعه اللي فوق غير عن اللي تحت، لازم نفس الشيء؟ لا عادي على حسب الطالب الزبونه، اي شيء تطلبه نسوي لها اياه. اها. الله. هذا ثلاث قطع مع البنطلون واللي فوق. ايه. شيء قطعتين وشيء ثلاث صح؟ هي. ايوه ابو قطعتين. ايوه. شو اسم محلكم؟ ريفالدو قفطان. ريفالدو قفطان. اوريك يوم على هذا من باي مريم. بي 42 عندها درسات وعندها عبي. الدرسات سمبل حلوات نعام، ما فيهن خدمه وايد وخراوشين وما ادري شو. الخدمة كلها بس على الصدر شويون على طرف اليدين، ما بوايد يعني الخدمة اللي فيه. وجميلات على فكرة، شيء من القطع عندها بعد وايد ناعمات فنانات. وعندها بعد طالة عماركم عبي. العبي هاي الاستعمال يومي لو مناسبات؟ مناسبات عم ما بناسبات بالقو، لا مناسبات زينة هاي يعني ترمين حتى تلبسينهن في بتسيرين على حد ولا شيات يعني غاب بعد سيرين جطل كل شيء أسود ما بغاوي بعد لابس شوي من الصيصات شيء شيء. هذا اسمه أرناق، عندهم أبو يعود دخون وعطورات اسمه أرناق. كواشي دي 43 براند إماراتي، عندهم طالة أعماركم. عندهم كم قطعة مميزات. ما عندهم أشياء وايدة لكن عندهم قليل وايد جميل ناعم يعني الوحدة تقدر وكلهن حلوجهن كلهن وساع يعني. عندهم لبس صغاري بعد وعندهم عبي. عندهم درسات لما بدرسات ترهم بعد عبي عبي مبونات. طبعا نقل شكلها من اختياراتنا وقصمنا يعني مش موجود عند حد. هاي اللسم روحه كم يسوى اللسم؟ براند اسمه غالية كلوزت عبي، ما بوايد بعد عبيهم لكنهن قطع قاوية يعني إذا بتلاحظون ما تصورت شيء من هالعبي من أول ما جيت المعرض لين الحين أكثر عن 20 بوث لين الحين صورت 27 لكن ما فيهن ولا بوث فيهن من هالموديلات. هذا منتجات ممتاز واحمد. السلام عليكم. ممتاز كيف حالك؟ الحمد لله كويس. تعالي سيري منك بصور وياك. ان شاء الله.
ممتاز. أنا حين شوفي أنا أشوفك في السوشيال ميديا من زمان، أول مرة أصور وياك. أول مرة صورتي؟ إيه. كيف حالك؟ خير الحمد لله. كويس. كيف حالك؟ أنا اسمي خالد. أنا أعرف يا بابا خالد، أنا أعرف أنا خالد. والله؟ إيه أنا أعرف. كل مرة كيف حالك؟ رمضان كريم. يقولون تسوين سمبوسة غاوية، بحورة غاوية. إيه ما تقدر. وكل شيء فنان. صح. إيه ما تقدر. ما شاء الله عليك. كل شيء فنان تسوين. لا إيه إن شاء الله. بيش بيتك عيون شو تبغى ترسي أنا؟ الله يسلمك. أنا فرحان إني شفتك. شكرا جزاك الله خيرك. كم سنة في أبو ظبي؟ 33 سنة أنا. ما شاء الله. بيت عند أحمد بس. ما شاء الله. ما في غير مكان. هذا الزين، لأن الزينة في الزين عند الزينين. صح. وهم عزيمة زينين. وبابا زين أنا بدر الحمد لله خير. يا مرحبا. مرتين. شو عندكم؟ بهارات اجار كل شيء عندي انا فيه. هذه ممتاز طلعت عماركم، عندها يميع البزرات ويميع الاشياء اللي عندها، يعني كلها اشياء خاصه فيها. شو الاشجار خصوصي عندكم؟ اشجار باميه، بنجان، مانجو، ليمون، نكاي. هذا نخي، اشجار نكاي، اشجار ورق عنب، نيسر. شوف ها كل عندكم؟ كل اشجار موجوده ما شاء الله. عصير منها تعرفي أبا 20 منها أشار. 20 نوع. أيوة. 20 نوع أشار. وأهم هن النيسر. كل نيسر في موجود. هي. هذا أشار نيسر. أشار النيسر. شفت كيف حلو لما أنا أتاري هين. أنتي حلو. أنتي فنانة. أنا شفت كيف رأي. عليك الشهر. وشوف العيناوي الغاوي. خلي العيناوي وانتي طالعة تحت. لا لا ما لا وجوب الدلاغ السكس انا ما اقدر على الستايل انا ما اقدر دلاغات كل واحد مبدع مبدع هيرستي وينستي شبارك ابو محمد مبارك عليك الشهر شفتي اللون دائما ما تخرب يا ابو اي والله انا لو روحي ساعتي معيبه بعمري تو تو اقول لك تو وحده مسكتني عشان تقول هو ليش يعني وايد يعزك ويحترمك ابو محمد ليش اقول ترى مو ما يعزني ويحترمني الناس كلها ابو يحبسوني الإنسان المحترم يفرض احترام على العرب كلها غصبا عنهم فهم يسألون شو السر يعني انت فنانة وجريبة وشرحة وعلى وجهك واضحة ما عندك لا لف ولا دوران ما تقولين انا طويلة وانت قصيرة ترى قصيرة لولو مودة عندها طالت اعماركم درسات وعبايات الدراسات هذا على ما تشوفونها وعندها طالت عماركم اللعبي شيء تور وشيء شرات الويل وشي ستان بعد من غير وشي حرير لكن الستان اللي عندها بعد مميز ما شاء الله عندها تشكيلة كبيرة ما شاء الله المنال فاشن طالت عماركم براند إماراتي لكن مش من أبوظبي هذا البراند إماراتي من رأس الخيمة عندها ثيبان وأشباه الثيبان وعندها طالت عماركم بعد من غير عندها مغربي شيء بقطع وشيء بقطعتين عندها قطعها ناعمة والألوان بعد غريبة مش مكررة بعد الألوان اللي عندها ما شاء الله كمية كبيرة عندها الله يوفقها البراند مالهم البوتيك عندهم كنادير عربيات شيء مضربات وشيء لا مكينة وايد جميلات على فكرة قطعة هندية هندية ها؟ في عندنا مزرعين شغالين عليه عدد المسميات للخدمة شو الخدمة؟ هذا مزرعي. مزرعي وهذا؟ هاي القطعة هذا بريسم. بريسم؟ تلي عفوا هذا في عندنا حرايح. هي لك هذا ما بتلي الله يسلمك. مش تلي؟ لا لا ما بتلي ها مكينة. مكينة لكن جميل على تكاليف تلي وهم بتلي.
اللي بيشوف من بعيد بيتحرى تلي. هندية حريق قطن هندي. إيه. قطعة مغسولة وشغلين عليها. ما شاء الله. في منها ألوان. إيه بتشوف هاي القطع وايد غاويات. شغلها وايد جميل. في عندنا حرايق. كل مغسول ترى بخدوم ها. إيه. أكل من ست الكل ماخذينهن؟ هي هذا التلك على كم الكندورة هاي؟ حسب على 1300 1400 كل وحدة بسعر هاي حريق هاي جميلة على فكرة ما شاء الله هن وايد عليهم هي وايد حلوات هاي حريق ماركة هاي لبرتي بعد القطع على فكرة كلها مميزات والشغل كله فنان. شو اسم براندكم؟ البوتيك. سمعت أغنية التلة بطلت قالت لي يا ريت هذا اسم المكان التلة. التلة طالت عماركم عندهم درسات جميلة. هذا وايد جميل ايس كريمي انا خلصت من التصوير لكن ارد واقولكم اللي بيوصل المعرض 360 وما بي فوح المها بنقمه نقمه ما شي كبرها هي نقمه من نقمات الكبار ضروري اللي بي لازم يخطف على فوح المها هذه وصاه والوصاه حصاه يا ويلكن يا متابعاتي اللي بتي ولا بتوايج على برايك لا تشترن بس تطمشن طماشة تروحن سنابل الفرج ببلاش ما ببيزات مكان مميز على زاوية ها أول ما تدخلها من هالمدخل الرئيسي أسيد والقبة هذه مشاهدنا هذا فوح المهن اسم مميز وعلى كورنر اللم المصممة والبنت في البيع عندهم طالت عماركم في بان جميلة البنت مجتهدة أنا ستخلص والله التغطية وردتني من عند الباب ما هانت علي الله يحافظ بنتي عندها ديزاينات وايد جميلة أغلبها تور وكل عليها شج فصوص وفولك وشيء بعد فولك ملون ألوان جميلة في الفوشي في السماوي في التبني تحدون الأخوار اللي لو اللي يبون باكستان على تكاليفه لكن هذا لا ما عارف له شيء لكن المهم شكل جميل وهل اللي عندكم شو هني عندهم بعد طالت عماركم بعد عبي فيهم وايد جميلة شو اسم محلكم بنتي ها ومن عباية بعد شيء في من عباية ومن عباية يا ربي اسم المحل ومن عباية الحشيم للأزياء عندهم ثيبان جميلة وقطع ما قد شفت أنا حد عندهم في المعرض بكبرة ما حد عنده من هالأشياء أكيد لهم مسمى شو اسم القطع هاي الحين شو اسمهن ثيبان ثوب الحين ها ثوب إيه ما قد شفت حد لابس هالنمونة هنا والله ايه هالفناتق ما تيلا من عند هالكويت ما شاء الله عليهم هم من هالكويت ابوي خدمة هالكويت سموها الدراعة ايه هاي وايد جميلات
ها كل شغلكم من هالكويت انتو؟ كل شغل كويتي؟ كويتي وهندي المهم المكان يستاهل الزيارة. المكان هذا اللي أنا فيه اسم المحل الحشيم، الحشيم الأزياء وايد جميلة. المقطع اللي عندهم يعني يمكن في التصوير ما قدرت أظهرهن زين، لكن أنا معتقدي أن اللي يبى الشيء لازم يوصل المعرض، توصلن المعرض بتشوفن أشياء جميلة عندهم في التصوير. ساعات اللي يكون التصوير طال منهن كقطع يعني، قلت لك أنا غميضة عليهن يعني أشياء حلوة، ما ودي أظلم حد أنا في التصوير. مدحت لبسي اليوم غريبة يعني، مو ما علقت اليوم ما في ألوان صارخة مميز الواحد يعني بمنتدى النظر اليوم كان كذي يعني كان هادي. لا اليوم كان ألواني كانت هادية، الألواني كانت هادية. أنت ما طرشت لي مسج لون بتلبس، كنت بطقم وياك العادة. أنت ساد اليوم عني. إنزين شو مستجداتك القادمة يا أبو محمد؟ أنا كان كنت متشتت أفكاري في العيد وين بسير، ويوم أقنعتيني إني أسير. لا تخبرهم، لا تخبرهم، أنت روح استانس تاين. ما حد سمع. إيه نصير أنا وصلاح. حلو. ومدير أعمال. إن شاء الله. إن شاء الله. نبى نشكر مدير الأعمال اللي خلف الكواليس، هذا الجندي المجهول ترى. إيه والله لو مبهوذ ها ظهر لي قرود. فيعني نشكركم على جهودكم وعلى محتواكم الجميل. شكرا شكرا جزيلا. وعلى أحلى سحور وذا فيو وذا بوم محمد هني على السحور.